بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول المرسلة شوق محمد. الأخت شوق تقول: إنني فتاة أبلغ من العمر 20 سنة ويتيمة من الوالدين، وتقدم شاب لخطبتي إذ أنه ذو دين وأخلاق عالية ووظيفة ممتازة جدا، وأنا أيضا تعليمي عال، فلما تقدم من أعمامي رفضوه بحجة أن هناك أخت أكبر مني ورفضوه، علما بأني فتاة أطلب الله الخير متمنية أن يتقدم لي مثل هذا الشاب. وعندما تقدم سعدت كثيرا، لأنني سوف أعيش مع إنسان يحميني ويصرف علي، خصوصا وأني يتيمة، فهل يصح من أعمامي هذا الرفض الذي لا داعي له؟ وهل أتقدم للقاضي في بلدتنا بحجتي هذه؟ وهل كل ما يتقدم لي من الشباب يرفضون بسبب هذا الشيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وهل يصح من أخوالي أن يقوموا أيضا بهذا الشيء، أن يزوجوني على ذلكم الشاب وتنتقل ولايتي إلى أخوالي؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا شك أن تزويج المرأة بالكفء الصالح إذا تقدم لخطبتها، لا شك أن ذلك فرصة ثمينة، والمبادرة باغتنامها فيها خير كثير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما قضية تزويج الصغرى قبل الكبرى، فهذه قضية لا أصل لها في الشرع، وإنما يراعي الناس هذا جبرا لخاطر الكبيرة، وأيضا ربما يسبب هذا انصرافا عنها إذا زوجت أختها الصغرى، فإن الخطاب قد يقولون: لو كانت الكبيرة محل رغبة لما صرف النظر عنها. بهذا الاعتبار راعى الناس هذه العادة. أما من ناحية الشرع فلا حرج في أن تزوج الفتاة بالكفء الذي تقدم لها، سواء كانت هي الصغرى أو الكبرى، وأرجو أن لا يصل الأمر إلى المقاضاة عند الحاكم، وأن أولياء السائلة ينظرون في المصلحة وأن يختاروا الطريقة النافعة، فإذا قصدوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعينهم وييسر لهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا تزال بعض المجتمعات شيخ صالح تخضع لعادات وتقاليد كهذه العادة. إذا تقدم خاطب لواحدة من البنات وقد كانت الصغرى وقبلها بنت لم تخطب، يعلقل زواج الصغيرة من أجل الكبيرة، وعادات شيخ صالح، لعلكم تتلمسون الحلول لها جزاكم الله خيرا. لا شك أن الناس لو تركوا هذه العادة لماتت ونسيت وزال المحذور الذي من أجله التزموها، ونرجو ذلك. وعلى كل حال، القضايا التي اعتادها الناس وليس لها أصل في الشرع، الواجب تركها والنظر في المصالح والفرص قبل فواتها، وترك العادات التي يتضرر بها بعض الناس من غير ذنب ومن غير سبب، فإن الخضوع للعادات لا سيما إذا كانت ضارة فيه مفاسد. أما العادات الطيبة والتي لا تختلف مع قواعد الشريعة فلا بأس بالتمسك بها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: في أيام الامتحانات وعدت صديقاتي بأني إذا نجحت أهدي لهم هدية كلهم، وبعد ذلك لم أستطع الوفاء بنذري، فماذا أفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا. هل هي نذرت ولا وعدت؟ في أول السؤال تقول وعد، وفي آخر السؤال تقول نذر. إذا كان وعدا فالأمر في هذا سهل، إن استطاعت الوفاء به نفذت، وإلا فلا حرج عليها إذا لم تستطع. وأما إذا كانت نذرت فهذا نذر مباح، نذر شيء مباح، ونذر الشيء المباح يخير فيه بين فعله وبين كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم على التخيير. فإن لم تجد شيئا من ذلك فإنها تصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني فهمت من الشيخ صالح أن هناك فرقا بين الوعد والنذر. نعم، هناك فرق بين الوعد والنذر. النذر آكل من الوعد. اللهم استعان. نعم. فإن هي قالت نذرت أن أفعل ما هو كذا وكذا، إذا كان هذا من الأمور المباحة، نعم، فإنه كما ذكرنا يخير بين فعله وتنفيذه وبين كفارة يمين. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أفطرت في رمضان لمدة 5 أعوام ولم أقضي يوما واحدا لجهلي أو تهاوني، فماذا أفعل الآن؟ هل أصوم أم أكفر هذه الأيام؟ وتعلق تقول: يعني أيام الفطر فقط. نعم، يجب عليك الأمران، الصيام قضاء عما تركت من أيام رمضان، لأنها لا تزال باقية في ذمتك دينا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإطعام، عن كل يوم تطعمين مسكينا يقدر نصف الصاع من الطعام المأكول في البلد، أي بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم، كفارة عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم عبد الرحمن من الرياض بعثت برسالة وضمنتها سؤالين. في سؤالها الأول تقول: ما حكم استعمال المواد التي تحتوي على الكحول، مع العلم بأن أنواعا من هذه الكحول ونسبا مختلفة تدخل في أدوات التنظيف وأدوات التجميل والعطور؟ جزاكم الله خيرا. إذا ثبت أن هذه المستعملات فيها كحول لها تأثير ولها وجود ولها علامات ظاهرة تدل عليها، فإنه لا يجوز استعمال ما خلطت به، لأن ذلك استعمال للخمر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فأمر باجتنابه. وإذا استعمله الإنسان لم يكن مجتنبا له، إضافة إلى أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بالرجس بقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس معناه النجس. فأما إذا كانت هذه النسبة من الكحول ضئيلة جدا ومستهلكة ولا يظهر لها علامة مع هذه الأشياء، فإنها لا حكم لها، لأنها ذهبت واستهلكت وضاعت بين وغمرت في هذه الأشياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من خميس مشير قندحة، تقول: أم محمد سودانية. أم محمد لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: ما هي سنة العشاء؟ هل هي الشفع ثم الوتر أم هنالك ركعتان غيرهما؟ وكذلك بالنسبة للفجر. جزاكم الله خيرا. سنة العشاء التي هي الراتبة ركعتان بعدها، لا دخل لها في الشفع والوتر. الشفع والوتر صلاة صلاتان مستقلتان عن راتبة العشاء، يصلي راتبة العشاء، وإذا أراد أن يوتر بعدهما من أول الليل يصلي الشفع ركعتين أو أكثر من ذلك، ثم يوتر بركعة واحدة فله ذلك. وإن أخره إلى آخر الليل إذا كان يثق من قيامه قبل طلوع الفجر فهذا أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا عن سنة الفجر، يحفظكم الله. سنة الفجر سنة مؤكدة. ووقتها بعد طلوع الفجر. نعم. وهي ركعتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويلازمها في السفر والحضر، فهي سنة مؤكدة تصلى بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توضأت وتمسحت بأي كريم مثلا، هل هذا يؤثر على الوضوء؟ لا يؤثر على الوضوء. إذا دهن الإنسان أعضاءه بشيء طاهر بعد الوضوء فإن هذا لا يؤثر على طهارته وعلى وضوئه. نعم.
جزاكم الله خيرا، كيف تكون زكاة الذهب؟ وضحوا لي بالريال السعودي، وكم جراما يمكن أن تزكى، أي كم هو النصاب؟ لقد احترنا في الذهب، أحيانا نسمع أنه لا زكاة فيه، وأحيانا أخرى نسمع أن فيه الزكاة. جزاكم الله خيرا، وضحوا لنا المسألة وأفيدونا. إن كانت تقصد بالذهب الذهب الذي تلبسه النساء حليا تتحلى به، فقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه. جمهور العلماء على عدم الزكاة فيه، لأنه ملبوس مستعمل مثل المركوب والملبوس من الثياب والمساكن لحاجة الإنسان، فلا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة، ولأنه وردت فيه أدلة خاصة حكموا بصحتها ودلالتها على الوجوب فقالوا بذلك. فإذا أرادت المسلمة الخروج من الخلاف وبراءة الذمة وهي تقدر على ذلك وتستطيعه، فإنها تزكي الذهب الذي تلبسه. وأما النصاب من الذهب فإنه 20 مثقالا، وهي بالغرامات تصل إلى 92 غراما، هذا نصاب الذهب. وقدره بالجنيهات السعودية 11 جنيها ونصف الجنيه تقريبا، الجنيهات السعودية 11 جنيها ونصف الجنيه تقريبا، وأقل من النصف لكن يجعل حد النصف احتياطا. وإذا أخرج من الذهب فهذا هو الأصل، وإن أخرج من الريالات فبمقدار ما تساوي قيمة الذهب المزكى، بمقدار ما تساوي قيمة الذهب المزكى، يعني بأن يخرج ربع وزنه أو يخرج قيمة ذلك، قيمة ربع العشر. فإذا بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، وهي مقدار ربع العشر منه أو ما يعادل ربع العشر من النقود الورقية وغيرها، وهذا يختلف باختلاف أسعار الذهب في الأسواق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صاحبة هذه الرسالة شيخ صالح تثير أمرا كثيرا ما يتساءل عنه الناس، ألا وهو الاختلاف بين العلماء في مسألة من المسائل. إذا ما سمع العامي أو المبتدئ في طلب العلم مسألة فيها خلاف، فأي القولين يرجح أو يأخذ؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لا يستطيع معرفة الترجيح، معرفة الراجح، قواعد الترجيح، فإنه لا يجوز له أن يرجح، هو لأنه لا يعرف هذه المسألة. طيب. ولكن يسأل أهل العلم الذين يثق بهم بعلمهم وتقاهم وورعهم، فيعمل بما يفتونه به. طيب. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان متمكنا من العلم ويعرف قواعد الترجيح والاستدلال، فإنه يعمل بما ترجح لديه بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلاف العلماء هذا شيء ضروري، نظرا لاختلاف المدارك ونظرا لآرائهم في الاستنباط ونظرا لاحتمال الأدلة وتعدد المعاني، هذا شيء ضروري، وهذا شيء مطلوب من العلماء أن يجتهدوا وأن يعملوا بما توصلوا إليه من اجتهادهم مما يرون أنه هو الحق المطابق للدليل. والناس يختلفون في اتجاهاتهم الفقهية ومداركهم، مختلفون فيما يبلغهم من الأدلة وما يصح عند بعضهم ولا يصح عند الآخر، وفي ما تحتمله ألفاظ الكتاب والسنة من المعاني الكثيرة، فكل يأخذ بمعنى. فهذا أمر واقع، ولا حرج فيه لمن عنده الأهلية والمقدرة على الاستنباط والاجتهاد، ولكن عند العمل والتطبيق يجب العمل بما دل عليه الدليل من أقوالهم أو ما هو أقرب إلى الدليل. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طالب العلم المبتدئ والعامي إذا سمع مسألة خلافية فعليه ألا يحتار شيخ صالح؟ من يسأل أهل العلم ويعمل بما يفتى به. هل له أن يسأل هذا ويسأل ذاك ويسأل هذا حتى يستقر له رأي أو يكتفي بسؤال أحد العلماء؟ تعدد الأسئلة وتعدد المسؤولين من العلماء هذا يحدث ارتباكا
عند الناس وعند السائلين. فعليه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه ويكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه المستمعة وتقول: ما رأيكم في عمل الصبغة السوداء للشعر للمرأة؟ هل هي حرام أم جائزة؟ إذا كان الشعر أبيض من الشيب أو مشوه اللون، نعم، فإنه يغير بما يزيل لون الشيب أو يزيل لون التشويه، بأن يصبغ بغير السواد. أما السواد فإنه لا يجوز الصبغ به، لا يجوز صبغ الشيب به، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، والمراد السواد الخالص. أما السواد غير الخالص أو بقية الألوان التي تغير الشيب أو تغير التشويه في الشعر فلا بأس بها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الكتان أو الكتن كما يسميه بعض الناس شيخ صالح، ما حكم استعماله، ولا سيما إذا نعم أصبح ذا لون أسود؟ هل يجوز للنساء، هل يجوز للرجال استعماله؟ جزاكم الله خيرا. أسأل عن الكتان أو الكتم؟ ناس يسميها الكتم وناس يسميها الكتان، لا أدري هل هو الكتان. الكتان نوع من المنسوجات والملابس. أما الكتم فإنه نوع من الأصبع. طيب، ولا بأس باستعمال الكتم لأن سواده غير خالص. لأن سواده غير خالص فيجوز صبغ الشيب به. نعم، للنساء والرجال. للنساء والرجال صبغ الشيب. جزاكم الله خيرا. إذن هذا المسمى بالكتم كما سميتموه شيخ صالح، نعم، يجوز استعماله ولا يلزم أن يخلط بالحنة كما دعا إلى ذلك بعض الناس؟ لا يخلط بالحنة إلا إذا كان أسود خالص يراد تحويله من اللون السواد الخالص إلى لون يضرب إلى الحمر، فحينئذ يخلط بالحنة. أما إذا كان أصله غير سواد خالص فإنه يستعمل بدون خلط. إذا بقي بدون خلط مادة أخرى فإنه أسود خالص شخص هذا. الكتم ليس أسود خالص، حسب ما سمعنا حسب النقل أنه ليس أسود خالص وأنه يجوز، لكن لو قدر أنه أسود خالص أو هناك أنواع يختلف، فإن الأسود الخالص لا يجوز صبغ الشيب به، لقوله صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: عرفت من خلال حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فما هي الصدقة الجارية؟ وهل تكون من الميت نفسه أم تعمل له بعد موته من ورثته أو من تركته؟ جزاكم الله خيرا. الصدقة الجارية الوقف الخيري الذي يوقف على وجوه البر، فما دام هذا الوقف ينتفع به في وجوه البر فإن أجره يجري على الموقف أو من وقف له. وإذا أوقف الإنسان لنفسه فشيء حسن وطيب لأنه صدقة جارية وهو بحاجة إليها بعد وفاته. وإذا أوقف له أحد من ذريته أو من غيرهم من المسلمين من باب التبرع والإحسان إليه فذلك حسن أيضا، ويكون مثل الوقف الذي أوقفه هو لنفسه في الأجر والثواب إذا تقبله الله. أما الوقف من تركة الميت فلا يجوز إلا برضا الورثة، أو إذا أراد أحد الورثة أن يوقف من نصيبه للميت فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي.